الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا أيها الأحبة الفضلاء عند قول الناظم: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا، وانتهينا من شرح هذا البيت. وهناك ملحوظة في البيت: أولو البر والإحسان والصبر والتقى أولاهم بها جاء القرآن مفصلا، ويجوز أن تقرأ جاء بها القرآن مفصلا. مفصلة مجاز ومفصل القرآن مفصل بها، يعني يجوز أن تقرأ مفصلة ويجوز أن تقرأ إيه؟ مفصلة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا. أئمة القراءات الذين نقل عنهم كتاب الله العزيز لا يقصون عددا، والذي اختير من بين هذا العدد اللي هم السبعة دولة الذين وصل إلينا كتاب المولى تبارك وتعالى عن طريقهم. قال: فمنهم بدور سبعة. هنا تشبيه استعارة، دي استعارة لشهرتهم، لشهرة هؤلاء الأئمة الذين شبههم كالبدور والبدر. يعني كلمة بدر تطلق على القمر في تمامه حينما يكتمل في ليلة الإيه؟ الـ14. يعني هو يقصد الإمام من جملة الناقلين سبعة مشبهين بالبدور، بلغوا السماء العلا. العلا هنا يجوز أن تكون من العلاء اللي هي الممدود، وهو الشرف والرفعة، ويجوز أن تكون جمع عليا أي المناقب الإيه؟ العلا. والعدل، والعدل زهرة. العدل هي الاستقامة. يعني هؤلاء الأئمة السبعة الذين اتفق الأئمة على قراءاتهم، وهنا أمر يجب أن يتضح. إحنا بنقول قراءة نافع وقراءة عاصم وقراءة ابن كثير وقراءة كذا، ما المقصود بهذه الكلمة؟ القراءة التي جمعها هذا الإمام بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنرى في ترجمة أئمة القراءات. يعني نسبت هذه القراءة إلى الإمام. يعني إحنا بنقول إيه؟ أحاديث البخاري. هل الأحاديث الذي جمعها البخاري من عند البخاري أم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا قراءة الإمام نافع، القراءة التي جمعها الإمام نافع بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة الإمام عاصم، وهكذا إلى أن ينتهي أئمة القراءات سواء كانت سبعية أو كانت عشرية. أعداد القراء أعداد لا تحصى، فهؤلاء السبعة هم الذين اشتهروا وارتفع شأنهم وذاع صيتهم بين الأئمة، واتفقت أئمة المسلمين عليهم سلفا وخلفا، سواء كان أئمة الفقه أو أئمة الحديث أو أئمة القراءات. واختيار سبعة لا علاقة له بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، لا علاقة
بهذا الحديث والقراء السبعة. وأول من سبع السبعة، جمع سبعة، اختار سبعة من أئمة القراءات واقتصر عليهم، هو مين؟ أبو بكر ابن مجاهد، اللي هو في كتاب السبعة لابن مجاهد. يعني هو وزع كده على الأقطار الإسلامية، الأقطار المشتهرة، أخذ من المدينة واحد، وأخذ من مكة واحدة، وأخذ من الشام واحد، وأخذ من البصرة واحد، وأخذ من الكوفة ثلاثة، هم عاصم وحمزة والكسائي. فلا نخلط بين السبع قراء وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا علاقة لهذا. هم السبعة دول كانوا موجودين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأئمة سواء كان بدءا من عاصم، بدءا من نافع إلى الكسائي في السبعة، وبدءا من نافع إلى خلف العاشر في العشرة، هؤلاء نسبت إليهم القراءة التي جمعوها بسندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت بسط المسألة، لما نقول قراءة نافع أحاديث البخاري، هي أحاديث البخاري، أي التي جمعها البخاري على شرطه. قراءة نافع هي التي جمعها الإمام نافع بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على على شرطه. فشبه الإمام رحمة الله عليه الأئمة السبعة بالبدور، البدر اللي هو القمر في ليلة تمامه. وكمان يعني قد توسطت سماء العلا، يعني في منتصف السماء، يعني أضاءت الأرض خلاص. والعدل زهرا وكملا، زهرا ده زهرا جمع زاهر أو أزهر، يعني مشرق، مش كده ولا طيب. وكملا جمع كامل، يعني هؤلاء الأئمة. وهذا الكلام جاء من خلال اتفاق الأمة عليهم. هذه البذور قال الناظم لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. هذه البذور لها لها هنا يعود على مين؟ على البذور. لها أي للبذور شهب، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. برضو خد الشهاب ده اللي هو النجم الساطع، وهي اساسا دي تطلق على على الشعله الساطعه. قال الاهلي اتيكم بايه؟ بشهاب قبس، مش كده ولا بشهاب قبس، يعني شعله خلاص. واطلق على الكوكب لشده توقده خلاص. يبقى لهذه البذور شهب، اخذت هذه الشهب اخذت النور منين؟ من البذور، مش كده ولا ما هي الكواكب بتستنير من هكذا. لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى. الدجى دم جمع دجية، مش كده ولا اللي هي الظلام. حتى تفرق انقشع واضمحل وانجلى، اي انكشف. يبقى جاءت هذه الشهب اللي هي مستنيرة من البذور فنورت، كشفت عن قراءات القرآن الكريم اللي هم الأئمة. يقصد بهؤلاء الأئمة اللي هم كام؟ الأربعتاشر اللي هم خدوا عن ما احنا عندنا، خليك معانا، البذور دلوقتي سبعة والشهب كام؟ 14. فاستنارت هذه الشهب عن عن البذور فنورت سواد الدجى، أي كشفت عن قراءات القرآن الكريم وعن المتواتر والصحيح من كلام المولى تبارك وتعالى. قال الناظم
وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. وسوف تراهم، تراهم دي يجوز أن تكون من الإيه؟ من الإبصار ومن العلم، مش كده؟ يجوز أن تكون من الإبصار والعلم. هو هنا يقصد تراهم واحدا بعد واحد، يعني هو هبين في القصيدة الإمام ثم من روى عن الإيه؟ عن الإمام. بس خلينا في كلمة إيه؟ العبارات اللي معانا دي. أولا سوف دي بيسموه من حروف الإيه؟ الاستقبال، لتقبيل لتقريب الإيه؟ المستقبل من الحال. تراهم إذا كانت من الإيه؟ من الإبصار، يبقى المقصود ده تاخدها زي عبارة إيه؟ علمته الحساب بابا بابا، أي مفصلا، خلاص؟ يبقى دي إذا كانت من الإيه؟ من الإبصار. وعلى هذا تكون إيه؟ واحدا واحدا حال. أما إذا كانت من العلم، وفي الحالة دي يبقى معناها إيه؟ تعلمهم كذلك، تعلمهم كذلك. وعلى هذا تكون واحدا مفعول ثانيا، الله يفتح عليك يا حبيبي، مفعول ثانيا. يبقى تراهم دي إما أن تكون من الإبصار، وإما أن تكون من الإيه؟ من العلم. إذا كانت من الإبصار يبقى واحدا حال، إذا كانت من الإيه؟ من العلم، تعلمهم، يبقى هتبقى إيه؟ مفعول ثاني. مع اثنين من أصحابه متمثلا، متمثلا يعني إيه؟ متشخصا، يعني يقول لك إيه؟ مثل بين يدي، يعني إيه؟ وقف بين يدي، أدي معنى إيه؟ متمثلا، متشخصة، منتصبة، خلاص؟ الأصحاب دي جمع صحب، وصحب اسم جمع لصاحب أو جمع له. هو قال مع اثنين تراهم الأئمة واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه، يعني هو اختار لكل إمام بس خلاص اللي هم الإيه؟ اللي عندنا سبعة في اثنين بـ14، خلاص؟ سوف تراهم واحدا واحدا متمثلا، يعني هيبقى الاثنين واضحين. تخيرهم، قال رحمة الله عليه، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. البيت ده يعني يدعو إلى أمر، من كان أنعم الله عليه في الرزق فليجعل القرآن الكريم من باب العبادة وليس من باب التأكل. لو خدنا التأكل هنا متأكلا، يعني متكسبا بالقرآن الكريم. أولا ناخد واحدة واحدة، تخيرهم نقادهم، يعني أي اختارهم العارف بتمييز الصحيح من السقيم، اختيار الإيه؟ اختيار القراء، خلاص؟ ويبقى هنا الضمير في تخيرهم هتعود على إيه؟ تخيرهم نقادهم، خلاص؟ كل بارع، هيبقى الضمير في تخيرهم ونقادهم هترجعوها لإيه؟ للأئمة أو للشهود، للبذور أو للشهود، خلاص. لأن هم إذا رجعت إلى سيرة الأئمة، أئمة القرآن عبر العصور والدهور، تجد من ارتفع شأنهم الذين كانوا يتعففون عن التكسب بكلام المولى تبارك وتعالى. يبقى هنا الكلام يقول أثنى عليهم بالبراعة في العلم وبالتواضع والزهد، براعة في العلم وتواضع وزهد. هنا متأكلة لها معنيين،
المعنى الأول ممكن تكون متأكل أي متكسب بالقرآن الكريم، والمعنى الثاني قال العلماء كلمة متأكل أي لم ينتصب ظاهر الشعاع لأهل الدنيا بالقرآن فيجعله وصلة إلى دنياهم. من إيه الكلام ده؟ قالوا من تأكل البرق إذا هاجل معانه. يعني يقول لك إيه؟ البرق تأكل أي هاج إيه؟ وإيه؟ وتأكل السيف أي ظهر لمعانه. يعني معنى الكلام ده إيه؟ حاجة من اتنين، إما أن يكون هذا الشخص غير متأكل غير متكسب بالقرآن الكريم وهذا معنى، والمعنى الآخر إن ما ياخدش القرآن وصل لأهل الدنيا يتظاهر به خلاص ليظهر ويرتفع شأنه. ما هو احنا بنقول دلوقتي بلوة أهل القرآن حاجة من اتنين، إما أن يكون بقصد التكسب وإما أن يكون بقصد الإيه؟ الشهرة. خلاص انت خذ المعنيين دول، إذا كان بقصد التكسب يبقى من إيه؟ متأكل يعني متكسب. طيب وإذا كانت بقصد الشهرة اللي هي من إيه؟ تأكل البرق أي لمع، يعني هو بيعمل الكلام ده كله عشان يظهر ويرتفع شأنه ويعلو صيته أمام الناس ليظهر، يعني هم العلماء قالوا إيه؟ وصلة إلى دنياه، يعني يجعلها إيه؟ وصلة إن يصل بها إلى أمور. نعم. لا معي يا حبة. يبقى تخيرهم نقادهم، تخيروا إيه؟ كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، تخيروا الناس الذين ارتفع شأنهم في كتاب الله. صيغة مبالغة خيرهم. نعم يقول اختاره. نعم. قال العلماء إذا كان المعنى من تأكل أي لمع تكون على هنا وليس على قرآنه هيتغير معناها، هتكون بمعنى إيه؟ بمعنى مع. إذا كان على قرآنه متأكلة متكسبة خلاها زي ما هي، إذا كان على تأكل من الشعاع يبقى على هتبقى بمعنى إيه؟ بمعنى مع. جاب لها أدلة، ويطعمون الطعام على حبه، يعني إيه؟ مع حبه، مع حبه. طيب إيه؟ وآتى المال على حبه أي مع حبه، أعطى المال مع إنه برضو محبوب، خلاص أطعم مع إني إيه؟ متابع معي؟ دليل آخر، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم أي مع ظلمهم، مع ظلمهم ربنا إيه؟ يغفر لهم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، يعني وهب لي مع الكبر. متابعين؟ يبقى إذا كان المعنى لمتأكلة، معي يا أحبة، إذا كان المعنى متأكلة من التكسب يبقى على معناه، إذا كان بمعنى وصلة إلى الدنيا والشهرة يبقى بمعنى إيه؟ يعني وليس مع قرآنه متأكلة. بدأ في الأئمة في بيان البدور اللي هم إيه؟ فمنهم بدور سبعة. قال فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. بدأ بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
طبعا اختلف العلماء في تقديم مكة على المدينة أو المدينة على مكة. المدينة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجود رسول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، دي مسألة إحنا اللي معانا الآن هو بدأ يعد، بدأ بأول القراء الإمام نافع فقال: فأما الكريم السر في الطيب نافع. إيه السر الكريم لسيدنا نافع؟ السر الكريم نقل بسند عن الإمام الداني وعن شيخه ابن غلبون وعن أبي معشر الطبري أن الإمام نافع رحمة الله عليه كان إذا جلس للإقراء يفوح منه رائحة مسك، فسئل عن هذا السر وقيل: أتضع طيبا؟ قال: لا والله ولا أمس، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في فمي، فلهذا أصبح من ذلك اليوم الإمام نافع رحمة الله عليه حينما يقرأ القرآن ويجلس لإقراء كلام المولى تبارك وتعالى يفوح منه رائحة مسك. هذا هو السر الذي ذكر في هذا الباب. وبعدين فأما الكريم السري، قالوا دي من باب من باب الحسن الوجه، يجوز فيها ما يجوز في في الحسن الوجه. يبقى السر الكريم في الطيب هو ما ذكره الأئمة. المراد هنا قصد الشيخ الشرف والنباهة والجلالة وجلالة القدر، لأن هذا الإمام كفاه شرفا أنه شيخ الإمام مالك. الإمام مالك أخذ القرآن عن الإمام نافع، فهذا فرع شرف الأصل، فرع شرف الأصل. فالإمام نافع تلميذ للإمام مالك، تلميذ للإمام نافع. وحتى يقال جاء في كتب التراجم أن خليفة المسلمين هارون الرشيد عرض على الإمام نافع في سنة من السنين كان موجود في المدينة أن يصلي في شهر رمضان، وعرض عليه مبلغ مغري جدا، فالإمام نافع استشار تلميذه الإمام مالك، فالإمام مالك قال له وأخاف، يعني بيقول له أخاف، رفض، قال له بلاش، لا تقبل هذا هذا العرض. ليه؟ قال: أخاف أن ينفلت من لسانك شيء على سبيل الخلط وأنت إمام جليل عظيم. ما الناس ما بتغفرش غلطة الجماعة الكبار، يعني يقول لك هذا الشيخ فلان، وعلما أن هذا الخطأ وارد من فلان ومن ذلك. إنما إحنا نقول هنا الإمام نافع رضي الله عنه كان إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نعرف سند الإمام بينه وبين الرسول كم واحد؟ دي مسائل اللي هو الشيء اللي عايزين ان انتوا تطلعوا عليه اول باول. الإمام نافع يعتبر على اعلى اسانيده في الدرجة الرابعة، يعني بينه وبين الرسول كم؟ ثلاثة مش أربعة، حيث بينه وبين الرسول احنا بنقول في الدرجة الرابعة، يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فهو أخذ عن يزيد بن القعقاع وعبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن عباس، عن أبي وعن زيد. يبقى عندنا هناخد كده الدرجة اللي فوق منه على طول، عبد الرحمن بن هرمز ويزيد بن القعقاع، ثم عبد الله بن عباس، ثم زيد وأبي. طيب له سند آخر، طريق آخر،
هيبقى هنا ايه؟ اخذ الامام نافع قدام كويس، كنتوا شايفين بقى الامام نافع عن يزيد وعن عبد الرحمن ابن هرمز وعن صالح ابن خواد عن ابي هريره عن ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي اللي اعلى طرق الامام نافع. لو طريق اخر الامام نافع عن يزيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن عياش عن ابي بن كعب في نفس الايه في نفس الدرجه. الامام نافع عن شيبه بن نصاح وعن مسلم بن جندب وعن يزيد بن رومان المدني، دول من ائمه الحديث اللي عندكم، عن عبد الله عن عبد الله بن عياش عن ابي بن كعب. يبقى الامام نافع بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كم درجه؟ ولاحظوا هنا حاجه، الامام سيدنا عبد الله بن عباس موجود في السند، في سند الامام نافع، بس مش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره. ابن عباس اخذ القران عن ايه؟ عن ابي وعن ايه؟ وعن زيد. هذا سند الايه؟ الامام نافع رضي الله عنه. والامام نافع اللي يدخل البقيع يجد الامام قبر الامام نافع في الاول على طول قدام جنب من بجوار الامام مالك رحمه الله على الجميع، نسال الله ان يجمعنا بهم في الجنه واياكم جميعا. فذاك الذي اختار المدينه منزلا، واي منزل؟ نسال الله ان يشرفنا واياكم بأن ندفن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي اختار، اختار يعني، يعني اتخذ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا. يقول هنا بيعدد ايه؟ خد اول حاجة بدر، وبعدين هياخد ايه؟ شهب. خلاص، قالون عيسى، هو القالون عيسى بس لغايه هنا وقف. قالون اللي هو ايه؟ عيسى ابن مينا ابو موسى المدني. طبعا انا فدتكم الامام نافع توفي سنه 169 هجريه، ودي اشياء اكتبوها كده فوق الامام كده في البدايه. توفي سنه 169 هجريه. نعم، 169. والإمام مالك توفي بعد منه بعشر سنين. ما الإمام مالك توفي سنة كام؟ 79. 79. قالون، قالون اللي هو عيسى ابن مينا أبو موسى أو أبو محمد المدني، توفي على أرجح الأقوال سنة 220 هجرية، في كلام انه 205 ولكن المسألة محققة، فعلى أرجح الأقوال أنه توفي سنة 220 هجرية. قالون هذا العالم الجليل كان شديد الصمم، ما يسمعش اللي جنب منه، حتى قال العلماء كان لا يسمع البوق. عارفين البوق؟ ما كانش يسمع ذي. طب ازاي كان يسمع من يقرأ؟ كان ينظر إلى شفتيه ويرد الخطأ. وقالون دي كلمة قالون كلمة لفظة لقبه بها شيخه الإمام نافع. هم قالوا إن هذه الكلمة باللغة الرومية كلمة تفيد معنى جيد، تفيد معنى إيه؟ جيد. فكان كلما قرأ وأحسن قال له الإمام نافع يداعبه بلغته قالون قالون قالون، أي جيد جيد جيد، فأطلقت عليه عليه قالون. هذا هو الراوي الأول ومقدم على ورش. ثم قال الناظم: ثم عثمان ورشهم، اللي هو عثمان ابن سعيد المصري، عثمان ابن سعيد
المصري توفي سنة 197 هجري، يعني قبل القانون بحوالي 23 سنة، مش كده؟ طيب كلمة ورشهم عشان بس ناخدها من الآن لأنها تشتغل معانا، ثم عثمان ورشهم، انتبهوا يا أحبة، ورشهم هم دي هتروح لفين؟ هو قالوا انتبه معايا بس عشان هناخدها الآن وبعد كده، لأن جاي لك بعد كده صريحهم وصالحهم وكذا وكذا. قالوا أضافه إلى القراء على تقدير سلب علميته وإدخاله في جماعة مسمينا بهذا الاسم، وهكذا في جميع ما يرد من ذلك في القصيدة. خلاص يبقى هنيجي معانا صالحهم وكذا وكذا، هتبقى من هذا الايه، من هذا القبيل. ثم عثمان ورشوم، عثمان ابن سعيد المصري ده اللي له قصة غريبة دي وحكيتها أكثر من مرة. هو الصعيدي من هنا من مصر، من صعيد مصر، الأجانب الموجودين ما يعرفوش كلمة إيه صعيد مصر، يعني صعيد مصر يعني جنوب مصر، ودايما في كل أي دولة في العالم الجنوب بتاعها بيبقوا إيه مساكين كده، يعني إيه ما هماش واخدين حظهم تقريبا كده والله أعلم، إلا بيقولوا بريطانيا الجنوب بتاعها بيتمتع، ها؟ بورسعيد؟ لا 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 مش بورسعيد. منين أنت؟ من أي البلاد؟ لا 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 لا، ده جنوب مصر، يعني بدءا من السودان، من حدود السودان وأنت متجه إلى الشمال، هذا يسمى إيه؟ يسمى صعيد مصر. هذا الرجل رحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصد القرآن الكريم، أن يتعلم القرآن الكريم، وقاصد أن يأخذ القرآن عن الإمام نافع رضي الله عنه. فحينما وصل إلى المدينة وجد الأعداد لا تحصى أمام الإمام نافع، فالمسألة إنه مش هيه، شايف نفسه إنه مش هيصل، فبدأ يفكر هيعمل إيه. ذهب إلى سأل، قال من هنا مسموع الكلمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له فلان كبير الجعفريين. فذهب إليه وقال أنا جئت من مصر لأتعلم القرآن الكريم، ووجدت الشيخ عنده كذا وكذا وكذا، وأريد أن تتوسط لي عند الإمام نافع. فأخذه هذا الرجل، يعني قبل الشفاعة، وأخذه وذهب إلى الإيه؟ إلى الإمام نافع. فالإمام نافع قال له يعني ألا ترى يا أخي ما أجده من أبناء المهاجرين والأنصار وكذا، الزحام الشديد، ولكن اتركه. فأراد الإمام نافع يعني عايز اللي يسمعه يشوف هيصلح إن يمشي معاه ولا لا. فكان عادة الإمام نافع بيعطي كل السرة الطابور قدام منه بيدي كل واحد 50 آية، فأعطاه 10 آيات أراد أن يسمع قراءته. يقال أنه حينما استعاذ وبدأ في القراءة الإمام ورش اللي هو عثمان ابن سعيد المصري جعل جميع من في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ويستمع إليه من جمال صوته. فاللي عليه الدور في القراءة قال يا شيخ أعطيته 10، فبقوا كام؟ اللي عليه الدور اللي ورا قال وأنا يا شيخ أعطيته 10، فقال ورش ما قمت من بين يدي الإمام نافع إلا وقرأ 50 آية. وقبله الإمام نافع ولقب بورش. اختلفوا في كلمة ورش دي، قالوا شديد البياض، قالوا لشدة بياضه، ومش عارف برضو دي أنا قلت إيه ليا فيها برضو عليا، يعني ليا عليها كده إيه، لأن إحنا كصعايدة قليل منا اللي هو الأبيض بقى، يعني فبنبقى سمر البشرة يعني، خلاص عشان قريبين من خط الإيه، من خط الاستواء. قيل إن فيه طير اسمه إيه أبيض كده اسمه الورشان، خفيف الحركة، يعني الأول لقب ورش لإيه، لشدة إيه الكلام. الثاني فيه طير اسمه الورشان
بيقول لك الطير ده خفيف الحركة، كان ورش الإمام نافع لو طلب شيء ورش يقوم يجري يسبق أي واحد. يعني لو أنا هطلب من الأخ يوم ورش يجري ينفذ ما طلبه الايه الشيخ، خفيف الحركه خلاص. فسمي ورش نسبه الى هذا الطير اللي يسمى ورشان لخفه ايه لخفه حركته. واستريح الى هذا الايه الى هذا القول عن قول انه ايه انه ابيض. جاء عاد الى مصر وانتشرت قراءه ورش في ربوع مصر، ولذلك كانت لا يعرف في مصر إلا إيه. ولذلك هناك في الإمام لما نيجي باب الهمزات بيقول إيه، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش خلاص. فاشتهرت قراءة ورش في مصر، ثم امتدت إلى بلاد المغرب في ليبيا وفي الجزائر، وفي بلاد المغرب الآن تقريبا بأكملها يقرؤون قراءة الإمام نافع بصفة عامة، إما من طريق ورش وإما من طريق قالون. وزي ما أنتم شايفين كده فضل ربنا على الإمام حفص، إن رواية حفص تقريبا غطت في العالم الإسلامي خلاص. يبقى ورش عرفنا ورش. طيب قال الإمام بصحبته المجد الرفيعة أثلا، يعني هما الاثنين هنا يقول أي بصحبة الاثنين دولة اللي هما مين؟ قالون وورش. سادة بصحبة مين؟ بصحبة الإمام نافع والقراءة عليه. تأثل، طيب اختار كلمة تأثل. تأثل يعني معناها جمعا، يعني بصحبته المجد الرفيع جمعا، يعني جمع هما الاثنين. طيب في حديث الأول يقول لك ايه، تأثلت الشيء يعني ايه جمعته وتأصلته وتأصلته. وفي الحديث يأكل ولي اليتيم من ماله غير متأثل مالا، يأكل ولي اليتيم من ماله غير متأثل مالا، يعني ايه؟ يعني يأكل بالمعروف ما يجمعش من وراء ايه. يبقى متأثل هنا بمعنى ايه؟ جمع. يبقى ايه بصحبته المجد الرفيع جمعا، وسادة بقراءتهما على مين؟ على الإمام نافع. يبقى عرفنا تأثل يعني إيه؟ الكلمات دي اللي انت تهمك، تأثل بمعنى جمع خلاص. ودي طبعا لاحظوا ان هذا الإمام العالم الجليل حتى في الألفاظ يختار كلمات اما ان تكون موجودة في كتاب الله واما ان تكون موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمة الله عليه: ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى. يبقى ده بدر رقم كام ده؟ البدر رقم اثنين، يبقى ده من البدور خلاص. اما قالون وايه من الشهب خلاص. ومكة عبد الله فيها مقامه، متهيألي الكلام كده فيه تقديم وتأخير مش كده؟ يعني مكة مبتدأ أول، وعبد الله مبتدأ ثاني، ومقامه مبتدأ ثالث. اقلب بقى فيها مقامه خلاص، يبقى معناها فيها دي خبر المبتدأ الايه؟ مقامه فيها، لا مش الأول، الثالث، خبر المبتدأ الثالث. طيب والمبتدأ الثالث وخبره هيبقوا خبر الايه؟ الثاني، والثاني والثالث والجملة كلها هيبقوا ايه؟ للأول خلاص. ويجوز، ده كلام وجه إعراب، ويجوز أن يكون فيها خبر عبد الله، عبد الله، ومقامه
فاعل به، أي فيها إقامته، أي موضع إيه؟ موضع إقامته. خلاص. ومكة عبد الله مقامه فيها، ماشي. هو ابن كثير، الإمام ابن كثير اللي هو أبو معبد عبد الله ابن كثير، توفي 120 هجرية، شرفه المولى تبارك وتعالى بأن يكون إمام البلد الحرام مكة المشرفة، لأنه قال كافر القوم معتلى. والإمام الشافعي تلميذ ابن كثير، لأن الإمام الشافعي قرأ على عبد الله ابن قسطنطين، وعبد الله ابن قسطنطين قرأ على من؟ على الإمام الإيه؟ الإمام ابن كثير. ولذلك الإمام الشافعي يقول قراءتنا قراءة عبد الله ابن كثير، وعليها وجدت أهل إيه؟ وجدت أهل مكة، وعليها وجدت أهل مكة. يبقى الإمام الشافعي أهو برضو ده الإمام ابن كثير ممن تشرف بأن يكون تلميذه اللي هو مين؟ الإمام الشافعي. كافر القوم معتلى، يعني إيه؟ جادلني فجادلته، كاثرني فكاثرته، يعني غلبته. تبين؟ كاثر يعني هذه معنى إيه؟ كاثرني فكاثرته، فاخرني فإيه؟ ففاخرته. متفقين معي يا أحبة؟ معتلى أي أكثر القوم اعتلاء، أي شرفا ورفعة. معتلى من الإيه؟ من الاعتلاء اللي هي الإيه؟ الشرف والرفعة. سند الإمام ابن كثير في أي درجة من الدرجات؟ الإمام ابن كثير. الإمام ابن كثير يرتفع درجة عن الإمام نافع على أعلى أسانيده، على أعلى أسانيده، يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كام؟ أربع درجات. بقول ده يرتفع درجة مش ينزل درجة. لا يرتفع درجة على نافع. نافع كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة. احنا قلنا هو في الدرجة الرابعة. ثلاثة. ده بينه وبين الرسول أربعة. إنما ده بقول يرتفع، يعلى درجة. يبقى بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كام؟ اثنين. طيب، هو تشرف بأن يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلو هذا. أخذ عن عبد الله ابن السائب، هذا طريق. وعبد الله ابن السائب أخذ عن عمر ابن الخطاب وعن أبي ابن كعب، هذا طريق. وأخذ عن عبد الله ابن السائب أيضا، وعبد الله ابن السائب عن أبي، متابعين؟ هي هو نفس السند، بس فيه الإمام ابن كثير له أسانيد نازلة. أخذ عن مجاهد ابن جبر المكي، وعن درباس مولى ابن عباس، عن ابن عباس، خد بالك لما نقول أخذ عن مجاهد وعن درباس، خلاص أدي درجة، عن ابن عباس عن أبي وزيد، يبقى ينزل، يبقى في درجة مين؟ في درجة الإمام نافع. منتبهين يا أحبة؟ يبقى الإمام ابن كثير على أعلى أسانيده. إذا دخلت في السند، أدي عشان العلو بتعلموا العلو بقى، إذا دخلت في السند على الإمام ابن كثير عن ابن كثير عن عبد الله بن السائب يبقى ارتفع، عن مجاهد ابن جبر ينزل ايه؟ ينزل درجة. خلاص.
ثم قال الناظم رحمة الله عليه: روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة. أحمد البزي أبو الحسن أحمد بن محمد البزي مؤذن الحرم المكي. طبعاً أنا فتني في الكلام إن الإمام إن قالون وورش أخذ عن الإمام نافع مباشرة بدون إيه؟ بدون واسطة، لأن هنبين الآن الواسطة. أخذ عن الإمام نافع بدون واسطة مباشرة، أما الآن هيبقى تنتبهوا معنا، هيبقى فيه واسطة. أحمد البزي اللي هو أبو الحسن أحمد بن محمد البزي مؤذن الحرم المكي توفي سنة 250، وأنت عندك الإمام ابن كثير توفي سنة 120، فارق بعيد من الإيه؟ من العمر، يبقى دلالة على إن فيه إيه؟ فيه واسطة. خلاص؟ وهنا البزي روى أحمد البزي له، ما قالش البزي، طبعا هنا خفف للإيه؟ للضرورة الشعرية. له روى أحمد البزي له بمعنى عنه، له هنا تبقى بمعنى إيه؟ بمعنى عنه. يبقى أحمد البزي نقل عن الإمام ابن كثير ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة. محمد بن عبد الرحمن بن جرجة المكي ده كان ماسك مدير شرطة الحرم. هذا الرجل كان في ذلك العصر شرطة الحرم دي لا تعطى إلا لأتقى رجل في مكة المكرمة، فكان هو ماسك شرطة الحرم المكي اللي هو قنبل. توفي سنة 291، لأن من شيوخه البزي، لأن القنبل ده أخذ أيضا عن الإيه؟ عن البزي. هو اسمه محمد ابن عبد الرحمن المكي. قنبل دي والله لقب يقال أنه كان العائلة هو ينتمي إلى بيت في مكة اسمهم الإيه؟ القنابلة، وقيل إيه؟ وقيل غير ذلك. بسند كلمة بسند معناها إن ما فيش في إن إيه؟ فيه واسطة. تعالوا نشوف بقى الواسطة اللي بين البزي وبين الإمام ابن كثير، واللي بين قنبل وبين الإمام ابن كثير. هناخد الأول سند البزي. البزي أخذ عن شيخين المشهور منهم اللي هو عكرمة ابن سليمان المكي وعبد الله ابن زياد. الاثنين دول أخذ عن شبل ابن عباد وعن عبد الله ابن قسطنطين عن الإمام ابن كثير. يبقى بين البزي وبين الإمام ابن كثير كم واحد؟ اثنين. درجتين، هي عدي لي درجة، هذه درجة، هذه اثنين. خلاص؟ على إيه؟ على أعلى الطرق. هذا طريق وله إيه؟ طريق آخر. البزي عن وهب بن واضح، عن معروف ابن مشكان، عن وشبل ابن عباد، وإسماعيل ابن قسطنطين، عن إيه؟ عن الإمام ابن كثير. خلاص؟ يعني معنى كده أن بين البزي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كام؟ على الأعلى أربعة، ما هو؟ أربعة مش كده ولا إيه؟ ولا خمسة؟ هيبقى خمسة عشان ما عندناش ابن كثير، لأن هنقول وهب ابن واضح، شبل ابن عباد، ابن كثير، ابن السائب، تعد، يبقى معناها
إنه هو يكون في الدرجة الإيه؟ في الدرجة السادسة. في الدرجة السادسة يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا أن في مشكلة في سند الإمام قنبل. إحنا دلوقتي اللي طلعت في الدنيا والرنة اللي طلعت كلنا بنجري وراء الإيه؟ العلوم. تخيلوا أن قنبل جري وراء النزول. حد يتخيل الكلام ده؟ الكل يسعى. ما هو علوك في السند في سند القرآن الكريم قربة إلى المولى تبارك وتعالى. شوفوا سند قنبل. قنبل أخذ عن القواس. ده الكلام اللي عندنا عالي بس حقيقة الأسانيد غير كده. قنبل عن أحمد بن علقمة عن وهب بن واضح عن الثلاثة معروف وشبل وابن قسطنطين. ابن قسطنطين ده إسماعيل ابن قسطنطين اللي هو شيخ مين؟ شيخ الإمام الشافعي. شيخ الإمام الشافعي عن ابن كثير. مش إحنا عندنا هنا وهب واخد عن الثلاثة دولة عن الإمام ابن كثير؟ لا، اختار إيه؟ اختار في سنده الإمام قنبل. إسماعيل بن قسطنطين ده أصلاً قرأ على شبل معروف بن مشكان وشبل بن عباد، قرأ على الاثنين دول الأول عن الإمام ابن كثير. أنت فيه معي؟ وبعدين رجع هو قرأ على مين؟ على الإمام ابن كثير نفسه. يبقى معناها ان الإسماعيل بن قسطنطين ممكن يكون سنده، يعني مثلا ممكن انا اكون قريت على شيخي وقريت على شيخ شيخي معي. طيب بقراءته على الإمام ابن كثير يبقى يرتفع درجة. انما لو حول سنده انه عن ايه؟ عن شبل ومعروف عن ابن كثير، يبقى ينزل ايه؟ اهو اختار بقى القنبل، اختار الطريق الآتي. هو قرأ على وهب علقمة القواس عن وهب ابن واضح عن إسماعيل ابن قسطنطين عن شبل ومعروف عن ابن كثير. المسألة دي خلت المترجمين الأئمة عملت ربكة. فالإمام الذهبي يقول طب اشمعنى هو اختار دي؟ يعني الإمام البزي عيلي سنده، طب هو ليه اختار أن يكون هذا الطريق؟ يعني نجمع إزاي دي؟ أنتم متفهمين معي يا أحبة؟ فهو قال الإمام الذهبي بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة، قلت والجمع بين القولين أن يكون إسماعيل أقرأ شيخ البزي اللي هو مين؟ مين عندكم حطتوه؟ اللي هو مين شيخ البزي؟ عكرمة بن سليمان. اللي هو وهب بن واضح أو عكرمة بن سليمان، ماشي؟ أن يكون إسماعيل أقرأ البزي بما أخذه عن ابن كثير. خلاص؟ أقرأ شيخ البزي بما أخذه حمله عن الإمام ابن كثير. خلاص؟ وحمل قنبل، هو بقى برغبته بقى، وحمل قنبل في روايته ما عند إسماعيل عن شبل ومعروف عن ابن كثير والله أعلم. ده كلام مين؟ كلام الإمام الذهبي في تاريخ الإيه؟ الطبقات القراء. تبين معي؟ يعني إحنا الآن سندنا لما يطلع على في قراءة ابن كثير في قراءة ابن كثير المكي هنقول قالون هيختار إيه؟ يختار النزول. إيه النزول؟ عن إسماعيل ابن قسطنطين عن شبل ومعروف عن ابن كثير. أما في قراءة البزي عن شيخه وهب بن واضح عن إسماعيل عن الإمام ابن إيه؟ ابن كثير، وهو الملقب قنبلة. يبقى قنبلة ده إيه؟ لقب.
لقب لقب به لما قيل إن كذا وكذا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا. يبقى ده البدر رقم كام؟ رقم ثلاثة. خلاص احنا مع البدور ومع الايه؟ ومع الشهب. خدنا كام شهاب؟ أربعة. خدنا أربعة من الشهب، وخدنا كام من الايه؟ من البدور. طيب، وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا. أئمة القراءات السبعة يقول لك إيه؟ أبو عمرهم وليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء. يعني أحاط به الولاء. الولاء ده من إيه؟ الأمة كانت قضية الموالي، يعني ينسب إلى قبيلة. بس أرجح الأقوال في هذه المسألة كل ما كان غير عربي أطلقت عليه هذه الكلمة. أنت فاهم معي؟ لأن من العجم من كبار العلماء ما كانش في الولاء، لا يقع تحت الإيه؟ تحت الولاء. ما هو الولاء اللي هو اللي بيعتبر إيه الولاء؟ أنتوا عارفين الولاء؟ اللي هم الرق، اللي هم الرق. فدي كثير من العلماء، فهو بيقول إيه؟ وأما الإمام المازني صريحهم، يعني عربي. أصل ما فيش من أئمة القراءات عرب غير إيه؟ هما الاثنين دول، الإمام أبو عمرو والإمام اللي هما أصلهم عرب، يرجعوا إلى أصل الإيه؟ إلى أصل العرب. والباقي أحاط به الولاء. الكلمة دي قال والله أرجح ما تحمل عليه كل تقريبا إجماع أنها كل ما إيه؟ من كان من الأعجمي اللي دخل في الإيه؟ اللي دخل في الإسلام. أبو عمرو البصري يقال إن هو اسمه هو كنيته، يقال إن هو اسمه أبو عمرو، اسمه كده إيه؟ أبو عمرو. ويقال اسمه زبان، ويقال اسمه العريان، ويقال اسمه يحيى، ويقال اسمه عيينة. يعني اختلفوا في اسم إيه؟ بس المشهور بقى إيه؟ أبو عمرو. أبو عمرو إيه؟ شكلها كنية وهي إيه؟ وهي اسم. أنت بين معي؟ هو إيه؟ أبوه اسمه العلاء، وأبوه كان إيه؟ كان ماسك الطراز للحجاج، بس كان الأمراء دول بيبقوا لهم زي مصنع يصنع له الهدوم بتاعته. فأبو عمرو اللي هو العلاء ده كان له شأنه، كان رجل في درجة أمير في وقته بهذا الايه؟ بهذا المنصب. إنما هم يرجعوا إلى إيه؟ إلى مازن، إلى قبيلة مازن، لأنه قال لك ابن العلاء ابن العريان يرجع إلى خزاعي، خزاعي ابن مازن ابن مالك ابن عمرو ابن تميم ابن مر. فهو أصله إيه؟ أصله عربي، الإمام أبو عمرو. وأما الإمام المازني صريحهم، يعني صريحهم يعني عربي الأصل. أبو عمرو توفي سنة 154 على الأرجح، على أرجح الأقوال، لأنك هتلاقي إيه؟ خلاف. البصري اللي هو إمام الإيه؟ إمام البصرة. قال فوالده العلا، يعني دلالة على إن والده كان رجل إيه؟ له إيه؟ نعم. والعلا دي اعمل فيها زي إيه؟ أجذم العلا، فاكرينها؟ يبقى هي ممكن إيه؟ العلاء والعلاء والعلاء، وكل ده حذفت للإيه؟ للضرورة. يبقى فوالده العلا اللي هو العلاء ابن كذا. أنت بين معي؟ أفاض، قال الناظم رحمة الله عليه، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. أفاض يعني أفرغ، مش كده ولا إيه؟ أفاض، مين اللي أفاض؟ أبو عمرو على يحيى اليزيدي.
اللي هو ايه يحيى اللي هو ابن المبارك الامام اليزيدي. وقالوا نسبه كلمه يزيدي هو ما هوش يزيدي ده هو كان بيربي ابن كان مربي ليزيد ابن منصور والي اليمن يزيد ابن منصور والي اليمن اللي هو توفي سنة 165 ويزيد ابن منصور ده كان خال المهدي كان خال المهدي اللي هو محمد ابن جعفر محمد ايه المهدي محمد ابن أبي جعفر ابن أبي جعفر المنصور اللي هو المتوفى سنة 169 ثم صار بعد ذلك مربي لمين؟ للمأمون للخليفة المأمون مين يقول لي اسم المأمون؟ المأمون ده ابن مين؟ ابن هارون الرشيد اللي هو عبد الله ابن هارون الرشيد المتوفى سنة 218 هجرية. يبقى الإمام اليزيدي والإمام اليزيدي كان عالم من علماء القرآن الكريم وكان إمام من أئمة الإيه؟ من أئمة النحو وكان معاصر للإيه؟ للكسائي للإمام الكسائي ولذلك حدثت الواقعة التي اشتهرت وذكرها التاريخ في وجود الإمام اليزيدي اللي هو أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي كان موجود هارون الرشيد في البصرة تقريبا أو في الكوفة فجاءت صلاة جهرية فقدموا الإمام الكسائي فقرأ سورة الكافرون فأخطأ فيها الإمام الكسائي أخطأ في سورة الكافرون فبعد الصلاة الإمام اليزيدي بيأنبه بيقول إمام القراءات وإمام النحو يخطئ في الكافرون. المهم جاءت فريضة أخرى جاءت فريضة أخرى ولا إيه مش كده إيه جاءت إيه فريضة جاءت فريضة أخرى أنا قلت إيه فريضة جاءت فريضة أخرى فأصر الكسائي أن يتقدم أبو محمد اليزيدي فأخطأ في سورة الفاتحة فعقب الصلاة مباشرة الكلام ده قاله اليزيدي هو اللي قال اللفظ ده البيت اللي هو اشتهر ويقال إلى الآن احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطقي احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطقي هو يقال إن اللي قال الكلمة دي الكسائي أو قال هذا البيت الكسائي ولكن تقريبا على أرجح الأقوال من قال هذا البيت هو الإيه اليزيدي يعني هو بيقوله بيعاتب نفسه يعني يعاتب نفسه بنفسه مش كده ولا إيه احفظ لسانك لا تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطقي أفاض على يحيى اليزيدي قلنا مين اللي أفاض مين اللي أفاض كب كده أبو عمرو البصري على يحيى اليزيدي سيبه يعني إيه سيبه عطاء مش كده عطاءه طب وليه اختار الكلمة دي الإمام الشاطبي نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة أولا السيب العطاء مش كده ولا إيه وتطلق السيب دي على الكنوز الكنز يسمى إيه من يجد كنز يسمى إيه سيب طب في حديث بهذا المعنى في السيوب الخمس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيوب أي إيه في الكنوز الخمس خلاص فأصبح بالعذب الفرات معللا يعني أصبح اليزيدي ريان
من العلم النافع بالعذب الفرات. العذب اللي هو الماء الايه؟ الماء الطيب. طب ما الفرات هي مطلقه برضو على العذب، ما معنى فرات هي مطلقه على العذب؟ طب يعني ايه بالعذب العذب؟ طب الاول نشوف معلله. المعلل الحاجه اللي تدخل ايه بالراحه مره بعد مره كده، تشرب شويه كده وما تتعبكش. فهو بيقول لك ايه الشيخ العلماء هنا كيف جمع بين العذب والعذب؟ ما هو الفرات عذب. قالوا وجه الجمع بينهما التأكيد، أرادوا به صدق العذوبة وكمالها. تأكيد الإيه؟ تأكيد العذوبة. فأصبح بالعذب الحديث يعني عند تشرب الماء حديثنا سبق الله ويجعله عذب الفرات لا تجعله منه نجاسة. نعم نعم، ما برضو من العذوبة، من العذوبة. أبو عمر الدوري قال الناظم رحمة الله عليه، خلاص يبقى ده اليزيدي ده، أنا قلت لكم توفي سنة كام؟ طيب سنة 202 هجري، يعني معنى هذا أن الإمام أبو عمرو البصري أعطى هذا العلم لمن؟ ليحيى اليزيد. خلاص يبقى كده وضحت الواسطة، يبقى الواسطة مين؟ يحيى الوزيدي اليزيدي. ثم قال أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبله. يبقى دخلنا في الإيه؟ في الشهب. خلاص. طب دلوقتي اليزيدي ده هنسميه إيه؟ شهاب ولا بدر؟ ها؟ هيبقى شهاب ولا بدر؟ ها؟ والله يسموه زي ما تسموه. خلاص؟ أبو عمر الدوري هنا ده الراوي الأول. يعني المفروض لو أنت معاك الأبيات بتاعتك تقطع الأبيات كده. أبو عمر الدوري. أبو عمر الدوري اللي هو حفص بن عمر بن عبد العزيز الإيه؟ الدوري. توفي سنة 246. والإمام ده الدوري هو هنا روى عن الإمام، عن الإمام أبو عمرو البصري بواسطة، هناك عند الكسائي هيروي عن الإمام الكسائي بدون إيه؟ بدون واسطة مباشرة. والدوري ده له أيضا في له رواية في الإيه؟ في الشواذ، في الأربع الشواذ. يعني الدوري عندك، الدوري موجود في قراءة الإمام أبو عمرو البصري، والدوري موجود في قراءة الإمام الكسائي، والدوري موجود في الإيه؟ الشواذ. وده ده أنا عشت في ترجمة هذا الرجل، ده كان بيقول هو ميت سنة كام؟ سنة 246. قالون ميت سنة كام؟ كان نفسه يرحل يروح يقرأ على قالون، كان نفسه يرحل إلى المدينة. يعني أنا قرأت كده استعجبت للكلمة دي، بيقول إيه؟ هو بيتمنى كان يروح المدينة ويقرأ على قالون، وقال وما منعني إلا قلة الزاد، ولو كان عندي 6 دراهم لرحلت إليه. يقول بس لو 6 دراهم بس توديني، كانت هتوديك تقريبا 6 دراهم دي، ولو كان عندي 6 دراهم لرحلت إليه، لأنه أخذ عن كثير من الإيه؟ من العلماء. يبقى أبو عمر الدوري اللي هو توفي سنة 246 اللي هو حفص، اسمه حفص، حفص بن عمر ابن عبد العزيز الايه؟ الدوري. عشان هيبقى عندكم 2 حفص بس، هو اشتهر بالايه؟ بالدوري. اشتهر بالايه؟ بالدوري. معي؟ وصالحهم ابو شعيب هو السوسي عنه تقبله. اهو صالحهم زي ايه؟ زي ورشهم. قلنا هناخدها بقى. معي؟ اللي هو صالح ابن زياد، صالح ابن زياد أبو شعيب السوسي. والسوس دي يعني مدينة أو بلدة بين الإيه؟ بين البصرة وفارس. فهو ينسب إلى هذه الإيه؟ المدينة اللي هي مدينة إيه؟
مدينة سوس. أما لم يتوفى لا هنا ولا هنا، توفى في الايه؟ في الرقة اللي هي ايه؟ مدينة على الفرات. الإمام أبو شعيب السوسي عنه، عن مين بقى؟ عنه تقبل، الضمير يعود على مين؟ على يحيى اليزيدي. يبقى ايه؟ خد بالك، أبو عمر الدوري وشعيب السوسي عنه تقبل، أي عنه ايه؟ أخذ، عن الايه؟ عن يحيى اليزيدي أخذ. طيب احنا شفنا سند الإمام أبو عمرو، ده سند أبو الإمام أبو عمرو شغلانة، لأن أكثر القراء قراءة. قرأ أبو عمرو البصري، أنتوا شايفين ولا أنا أقرأ من هنا؟ شايفين دي؟ لا خلاص بخليني أنا أشوف بقى. يبقى أنا اللي أشوف. قرأ أبو عمرو البصري على سعيد بن جبير وعلى مجاهد بن جبر، دي مدرسة أهل مكة، عن عبد الله بن عباس، عن مين؟ مفروض نحفظ بقى زيد وأبي، أبي بن كعب وزيد ابن عباس، يبقى على طول تدخل على مين؟ ده ما هو سعيد بن جبير، خد بالك، سعيد بن جبير ومجاهد ابن جبر ودرباس مولى عبد الله بن عباس، كل دول اللي هي ايه؟ مدرسة مكة المكرمة اللي هم تلاميذ الإمام ابن عباس. يبقى أبو عمرو، لاحظ معي كده، يبقى في الدرجة الكام؟ في الدرجة الكام؟ لا خد بالك، عن مجاهد، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي، يبقى في الدرجة الرابعة، زيه زي مين؟ متفقين معي؟ طيب، وأبو عمرو البصري له طريق آخر، أخذ عن عكرمة ابن سليمان، عكرمة مولى عبد الله بن عباس، وعن عكرمة ابن خالد المخزومي، عن ابن عباس هذا طريق آخر. وأبو عمرو البصري أخذ عن عطاء ابن أبي رباح، عن أبي هريرة، عن أبي بن كعب، برضو في نفس الإيه؟ أتجد أنه في نفس الدرجة، في الدرجة الرابعة. وأبو عمرو البصري أخذ عن يحيى ابن يعمر ونصر بن عاصم الليثي. سمعتوا قصة الاثنين دولة؟ اللي هم دولة ايه؟ عملوا ايه؟ ده لهم شغلانة في القرآن، دولة ليهم ايه؟ نقط الايه؟ نقط الإعجام. أول من نقط القرآن الكريم اللي هو ايه؟ يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم. يبقى أبو عمرو البصري، أدي طريق تاني، عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم، عن ظالم بن عمرو ابن سفيان اللي هو مين؟ أبو الأسود الدؤلي، عن أبي الأسود الدؤلي، عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. خليكم اصبروا شوية، لأن إيه؟ الإمام أبو عمرو البصري أكثر القراء شيوخا. أبو عمرو البصري عن الحسن ابن يسار اللي هو مين؟ أبو الحسن البصري، عن رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي، عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، برضو تجد أنه في الإيه؟ يعني من شيوخه اللي هو إيه؟ أبو الحسن البصري. أبو عمرو البصري عن الحسن البصري، طريقة آخر للحسن البصري، عن حطان ابن عبد الله الرقاشي، عن عبد الله ابن قيس أبو موسى الأشعري، وده الطريق الواحد لأبي موسى الأشعري، لأن انت تلاقي في الأسانيد ما يدخلش على أبي موسى الأشعري، لأن انت دلوقتي هتلاقي الأئمة الطبقة الأولى اللي عليهم مدار الأسانيد على وجه الأرض، كل الأسانيد تصل إلى سبعة من الإيه؟ من الصحابة، ممكن يضاف إليهم واحد اللي هو عمر بن الخطاب، إنما هم مين؟ عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، ها؟ وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ها؟ وعبد الله بن عباس
وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري. ما فيش سند على وجه الأرض يخرج عن الايه؟ عن السبعة دولة. ولذلك هم دول الطبقة الأولى في طبقات القراء، يعني دول الحلقة الأولى اللي كله هيتشعبط ايه فيها، منتبهين؟ فعبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري، اسمه عبد الله، هو اسمه عبد الله بن قيس، أخذ عنه حطان بن عبد الله الرقاشي، وأخذ عن حطان الحسن الايه البصري، يبقى برضو في الدرجة الايه؟ في الدرجة الرابعة. يبقى طرق الإمام نقدر نقول ايه؟ خليكم معايا كده، عايزين تعددوا شيوخ الإمام: أبو عمرو البصري، سعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، وعكرمة بن سليمان، عكرمة مولى عبد الله بن عباس، وعكرمة بن خالد، وعطاء بن أبي رباح، ويحيى بن يعمر، ونصر بن عاصم، والحسن البصري. دول اللي هم في أعلى أسانيد الإمام. والحسن البصري ده خلي بالك ده إمام من أئمة القراءات، مش كده ولا إيه؟ بس القراءات الإيه؟ الشاذة. أئمة من أئمة الأربع الإيه؟ من أئمة الأربع الشواذ. طيب عندنا إحنا قلنا إن كنا بين الإمام أبو عمرو وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كام؟ ثلاثة يا أحبة، ثلاثة، ما هو في الدرجة الرابعة. طيب هو يبقى رقم كام؟ أربعة. يحيى اليزيدي يبقى في كام؟ في خمسة. طيب الدوري والسوسي أخذا عن يحيى اليزيدي، يبقى بين الدوري وبين السوسي ورسول الله صلى الله عليه وسلم كام؟ خمسة. خمسة، خلاص تمام كده، اللي هو ايه؟ يحيى، ابو عمرو، والباقي سند الامام ابو عمرو البصري. واما ثم قال الناظم رحمة الله عليه: واما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا. دمشق الشام، يبقى ده البدر رقم كام؟ أربعة. البدر رقم أربعة. قال: هذا الإمام اللي هو عبد الله بن عامر الشامي، وده يعني أعلى القراء إسنادا، لأنه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة واحدة كما سنرى. بس فيه هنا ملحوظات. وأما دمشق الشام دار ابن عامر، بيعرف إيه بإيه؟ يعني هو إيه؟ أضاف إيه؟ أضاف دمشق للشام. هو العلماء هنا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إضافة دمشق إلى الشام كإضافة ورش إلى القراء، وتبيين لمحلها وتنوين بذكرها لمن بعدت بلاده. أصل الناس كلها تعرف كلمة إيه؟ في على وجه الأرض يعرفوا الشام، يعرفوا كلمة الشام، فأضافها إيه؟ فهو قال: وأما دمشق الشام، يعني اللي أنت مش عارف دمشق، يبقى دي دمشق تبع الإيه؟ دمشق تبع الإيه؟ الشام. دار ابن عامر، الإمام ابن عامر توفي سنة 118 هجرية. أنا ما قلتش السوسي؟ لا السوسي، أنا قلت السوسي 261، وأنا ما قلتش، ها؟ لا الدوري 246 والسوسي 261. فتذكرونا الدوري 246 والسوسي 261. الإمام ابن عامر توفي سنة 118. خليك سريع البديهة. قال ابن عامر رضي الله عنه: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي سنتان. يبقى عنده كم سنة؟ مات عنده كم سنة؟
توفي سنة 118. قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي سنتان. هو الرسول صلى الله عليه وسلم مات سنة كام؟ سنة 10. يبقى هو قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو له سنتين، يبقى تولد سنة كام؟ سنة 8 ومات سنة 118. دعنا أرجح الأقوال لأن في أقاويل إيه؟ أقاويل كثيرة. يبقى عاش كم سنة؟ 110. خلاص. قال فتلك بعبد الله طابت محللا. دمشق الشام طابت حلولا ونزولا وسكنا لأجل إقامة عبد الله ابن عامر فيها. عبد الله ابن عامر رضي الله عنه تتلمذ على أبي الدرداء. هو في أقوال كثيرة بس هذا الراجح، لأنه أقول لك في المسجد الأموي كان فيه مقرأة عظيمة، كان شيخ المقرأة دي أبو الدرداء، أبو الدرداء، وكان على كل 30 قارئ في واحد عريف، فكان ابن عامر ماسك 30 إيه قارئ، فكان اللي يختم على يخلص عند الشيخ العريف الفصل ده أو الحلقة دي يروح إيه يقرأ على أبي الدرداء أو تقريبا. الكلام ده كان للإمام ابن عامر. المهم أن الإمام ابن عامر هو أعلى القراء إسنادا، لأنه أخذ عن أبي الدرداء وأبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نفتكروا كده السبعة، عثمان بن عفان وعلي بن ابن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وأبي الإيه وأبي الدرداء. وأضيف في بعض الأسانيد، جاء في بعض الأسانيد الإمام إيه سيدنا عمر ابن الخطاب. طيب لما نخلص الإيه الرواة نتكلم في السند. قال الناظم رحمة الله عليه هشام، خد بالك، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوانا بالإسناد عنه تنقلا. احنا خلصنا ذاك البدر كان رقم كام؟ قلنا 4. طب دلوقتي في اللي الشهب اللي كام؟ ها؟ هشام التاسع. ها؟ اللي هو مين ومين معانا الآن؟ هشام وعبد الله ابن ذكوان، وعبد الله ابن ذكوان. خد بالك هشام دي لوحدها كده اللي هو ايه؟ هشام ابن عمار ابن نصير قاضي الشام، توفي سنة 245. أبو الوليد هشام ابن عمار، يبقى ده الراوي الايه؟ الأول. خد بالك يعني عشان بس هشام ده كلام انتهى. وعبد الله وهو انتسابه لذكوان، لأن خلاص وعبد الله يعني مفروض هشام وعبد الله بالإسناد عنه إيه؟ عنه تنقل، لأنه هو قال لك وهو انتسابه، وهو انتسابه لذكوان، قالوا إيه جملة معترضة، جملة معترضة لئلا يتوهم أن لئلا يتوهم أن ابن ذكوان والد إيه؟ والد عبد الله، وإنما هو إيه منتسب إيه؟ إليه، منتسب إلى ذكوان. خلاص. يبقى عبد الله ابن ذكوان اللي هو عبد الله ابن أحمد ابن بشير، هو اسمه كده عبد الله ابن أحمد ابن بشير ابن ذكوان، يعني منسوب إلى إيه؟ إلى ابن ذكوان. توفي سنة 242 بالإسناد عنه تنقل. عنه الضمير هيعود على مين؟ ما هو أدم جت كلمة بالإسناد يبقى في واسطة، ما احنا هنشوف الواسطة الآن، بس عنه يبقى السند ده عن الإمام ابن عامر تنقل، تنقل أي نقل القراءة عنه بالإسناد شيئا بعد شيء من باب تفهم وتبصر وكذا وكذا. سند الإمام ابن عامر
لا وانا النهارده كنت محضر لكم 25 بيت المساله ماشيه كده بايه ببطء شديد. عندنا احبه الامام ابن عامر قلنا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم درجه واحده، يبقى هو في الدرجه الكام؟ في الدرجه الثانيه. اخذ